تقرر طبع اعداد استثمار اسمها اعداد استثمار قناه السويس. شعب مصر، ابناء مصر، شباب مصر، سيدات مصر، رجال مصر هم اللي هيمولوا هذا المشروع العالمي، المشروع اللي بيعتبر ثقافه كبيره جدا و نقول ايه؟ مشروع قومي عظيم بيغير الحقيقه في المنطقه كلها، بيشجع التجاره العالميه او بيدفع التجاره العالميه الى المجال. بعد النهارده كانت اي باخره بتاعهم هم هنام 11 ساعه، ان شاء الله يعوضوا في حدود 3 ساعات ونص 4 ساعات، بنزود دخل قناه السويس.